يلا نفتح الصندوق ده ونشوف هيطلع لنا ايه. واو، ده تحدي البالونات، يا سلام. يلا بقى نفرقعهم ونشوف الوان ملابسنا هتبقى ايه. يا سلام يا سلام، انا لون لبسي بقى احمر. واو، وانا لون لبسي بقى اصفر، وانا لون لبسي بقى اخضر. يلا نبتدي التحدي. نزل عصير تفاح اخضر، ده شكله بيشهي جدا. انا نزل عصير فراوله، يا سلام ده جميل جدا. انا نزل عصير اناناس اصفر، واو ده انا بحبه قوي، شكله بيشهي قوي. يلا نشرب ونشوف مين اللي هيخلص الاول. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت قبلكم، انا اللي كسبت يا ماما. ماشي يا سيمبا، ان شاء الله انا اللي هكسب في التحدي اللي جاي. يلا نشوف بقى هينزل لنا ايه. ايه ده، انا نزل لي بروكلي، وانا جالي طماطم انا بحبها جدا برضو، وانا بقى جالي صفار بيض. انا حظي مش حلو خالص المره دي. يلا ناكل بقى ونشوف مين اللي هيكسب. هي انا اللي كسبت وخلصت قبلكم برضو. البروكلي صعب اكله ني، ده طعمه مش حلو خالص وهو مش مستوي كده. ايوه، وصفار البيت كمان يا ابو سيمبا ما قدرت شكله خالص. يلا على التحدي بقى اللي بعده. واو، انا نزل لي حلوى على شكل دبدوب باللون الاخضر، وانا نزل لي حلوى باللون الاحمر. واو دي شكلها بيشهي قوي، وانا جالي حلوى باللون الاصفر. يلا ناكلهم بقى ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت الاول المره دي وكسبت اهو يا سيمبا. ماشي يا ماما، باذن الله انا اللي هكسب التحدي اللي جاي. يلا نشوف هينزل لنا ايه. واو، ده نزل لنا نافورة شوكولاتة لكل واحد فينا، يا سلام دي جميلة خالص. يلا ناكلها بقى. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت الاول، انا اللي كسبت المرة دي. ماشي يا ابو سيمبا، يلا على التحدي اللي بعده. ايه ده، انا جالي موز، انا بحب الموز قوي، وانا جالي مثلث بطيخ. واو ده شكله جميل جدا، وانا جالي خيار، انا بحب الخيار قوي، اما اكله بقى. يلا ناكل بقى ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. هي انا اللي كسبت التحدي ده برضو. يلا بقى على التحدي اللي بعده. يا سلام يا سلام، انا جالي كيك بالكريمه الصفراء، ده شكله بيشهي قوي، وانا جالي رمان، يا سلام ده انا بحب الرمان قوي، وانا جالي عنب، حظي حلو قوي المره دي. يلا ناكل بقى. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت الاول. يلا بقى على التحدي اللي بعده ونشوف هينزل لنا ايه. يا سلام، انا نزل لي بطاطس، ده انا بحبها قوي، وانا نزل لي طبق جيلي بالفراوله. واو، وانا نزل لي بصل اخضر، انا مش بحب البصل خالص. يلا ناكل بقى. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت قبلكم وكسبت التحدي. يلا على التحدي اللي بعده. ايه ده، انا جالي ذره، يا سلام ده انا بحب الذره قوي وكان نفسي فيه، وانا جالي برقوق احمر. واو ده شكله بيشهي جدا، اشربه ازاي ده. يلا ناكل ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. هي انا اللي كسبتكم برضو. شكلك يا سيمبا انت اللي هتكسبنا في التحدي ده. يا ريت يا ماما، انا بحب اكسب قوي. يلا بقى التحدي اللي بعده. واو، نزل لي كيك، ده شكله بيشهي قوي. انا جالي فراوله، يا سلام ده انا بحبها جدا. انا جالي طبق ملوخيه، يا سلام عليا ده انا كان نفسي فيها قوي. يلا ناكل بقى ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. هي انا اللي كسبت المره دي. يلا بقى التحدي اللي بعده. واو، نزل لنا ايس كريم، يا سلام ده انا كان نفسي فيه قوي، وكمان بالالوان بتاعتنا. يا سلام شكل الايس كريم الاصفر حلو قوي، الاحمر يا ماما جميل جدا، ممكن نبقى نبدل مع بعض. يا سيمبا ده تحدي وما ينفعش. يلا بقى ناكل ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. ايه انا اللي كسبت وخلصت الاول، يا سلام يا سلام. يلا بقى التحدي اللي بعده. ده تحدي الاشكال الهندسيه، يا سلام ده انا بحب جدا التحدي ده. انا جالي مثلث، وانا جالي مربع، وانا جالي دايره. يلا نشوف بقى هينزل لنا ايه. انا نزل لي ليمون، مش عارفه هاكله ازاي، وانا جالي مثلث بطيخ، يا سلام ده انا بحب البطيخ قوي، وانا جالي قطعه جاتوه باللون الاخضر. يلا ناكل بقى ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. هي انا اللي كسبت يا ماما. يلا على التحدي اللي بعده. واو، انا نزل لي كمثرى، ده انا بحبها جدا، وانا نزل لي فلفل حار، انا زعلان قوي، وانا نزل لي ايس كريم باللون الاخضر. واو ده حلو خالص. يلا ناكل بقى. نم 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 نم.
اي اي الفلفل حار جدا مش هقدر اكله خالص. انا اللي خلصت الاول وكسبتكم، يا ترى ايه اللي هينزل المرة دي؟ انا نزل لي دايرة شوكولاتة باللون الاصفر، يا سلام دي شكلها حلو قوي. وانا نزل لي مثلث شوكولاتة باللون الاحمر، واو. وانا نزل لي مربع شوكولاتة باللون الاخضر. يلا بقى ناكل ونشوف مين اللي هيكسب. نم 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 نم. واو انا اللي كسبت يا بابا المرة دي. يلا بقى التحدي اللي بعده. واو انا نزل لي كاراتيه، ده انا بحب الكاراتيه قوي. وانا نزل لي مثلث بيتزا عليها كاتشب احمر، يا سلام ده انا بحب البيتزا قوي. وانا نزل لي فلفل اخضر. يلا بقى ناكل. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت قبلكم. يلا على التحدي اللي بعده. يا سلام انا نزل لي دونتس، ده انا بحبها جدا. وانا نزل لي مثلث جاتوه بالفراوله. وانا نزل لي عصير كيوي، يا سلام ده انا بحبه قوي. يلا بقى ناكل. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت الاول وكسبت. يلا بقى نشوف التحدي اللي بعده. واو انا نزل لي سندوتش بسكويت. وانا نزل لي مثلث شيبسي دوريتوس. واو ده كمان الاحمر، ده انا بحبه جدا. وانا نزل لي خس، يا سلام ده انا بحب الخس جدا. يلا بقى ناكل. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت برضو الاول يا بابا. شاطر يا سيمبا. يلا بقى على التحدي اللي بعده. واو انا نزل لي عسل نحل، يا سلام على حظي الحلو. وانا نزل لي مثلث جبنه حمراء. وانا نزل لي طبق خضروات. يلا ناكل بقى. نم 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 نم. هي انا اللي خلصت الاول وكسبت. يلا بينا على التحدي اللي بعده. ايه ده ايه ده، ده اخر تحدي يا ماما. معلش يا سيمبا، اكيد هيجي تحديات تاني وهتبقى احلى من كده. يلا بقى نشوف هينزل لنا ايه في اخر تحدي ده، يا رب تبقى حاجه حلوه. واو انا نزل لي كوكيز، يا سلام دي شكلها بيشهي قوي. وانا نزل لي ايس كريم، ده انا بحب الايس كريم جدا. وانا نزل لي حلوى على شكل مربع، يا سلام ده احلى تحدي ده. يلا ناكل بقى. نم 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 نم. هي انا اللي كسبت التحدي ده، يا سلام. انا بحب التحديات دي قوي يا ماما، دي مسليه جدا وجميله. ايوه يا سيمبا يا حبيبي، بس التحديات واللعب ده لحد ما تخلص اجازتك، ولما تبتدي دراستك هيبقى فيه مذاكره وبس. فاهم يا سيمبا؟ فاهم يا ماما طبعا. حاضر. وبكده يا اصحابي يكون خلص تحدي النهارده، ولو عجبكم التحدي ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنونا في تحدي جديد. باي باي.